وزير التعليم يعلن نظام الدراسة للعام الدراسي الجديد. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. تحدث الدكتور طارق الشوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ملامح السنة الجديدة في منظومة التعليم، فذكر أنها محور حديث العالم، وقال إن عندنا وإحنا بنصمم شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بعد بالكامل، بس في أدوات كتيرة جدا هنستخدمها، ووضح إن الوزارة ستضطر لاستخدام نموذج من التعليم المدمج اللي هو فيه جزء وجها لوجه وفيه جزء لاستخدام التعليم عن بعد، وده لا ينطبق على كل الأعمار. وزير التربية والتعليم صرح إن الصفوف من كي جي 1 لحد تالتة ابتدائي لازم يحضروا كل يوم، لأنهم في حاجة إلى التعامل مع المدرس، ولا يجب التعليم عن بعد مع هذه الفئة العمرية، بينما الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي وكذلك طلاب الإعدادي والثانوي من الممكن التعامل مع هذه المجموعة بأشكال تناسب فئتهم العمرية. وتابع ان الطلبة اللي في ثانوي دول مجموعة عندهم ادوات زي التابلت والفصول مجهزة وانهم اكبر سنا وعندهم مراجع وكده، حضورهم سيكون اقل كتير، ممكن يبقى يومين في الاسبوع، بس ده مش كلام نهائي. اما بالنسبة لطلبة اعدادي فهيكون حضورهم بعض الايام في الاسبوع وبعض الايام الاخرى هيكون من المنزل. اما الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي هيكون حضورهم بالمدارس معظم ايام الاسبوع ما عدا يوم واحد فقط. وعن كثافة الفصل في المدرسة صرح وزير التربية والتعليم وقال مش عايزين فصل يزيد فيه عدد الطلبة عن المسافات الآمنة ايا كان كثافة الفصل، دي مسألة رياضية بنوزع الطلبة على الفراغات الموجودة في المدرسة والأيام بشكل يختلف من مدرسة لمدرسة، لأن كل مدرسة الجغرافيا بتاعتها مختلفة، ممكن تبقى مدرسة ابتدائي وبس أو ابتدائي وإعدادي، دي مسألة صعبة جدا، واللي بتعمله الوزارة دلوقتي عملية ضخمة جدا على مستوى 60,000 مدرسة، بنحاول لكل مدرسة من 60,000 إن احنا نعيد توزيع الأولاد والحصص والفراغات بحيث إننا نخرج بنتيجة إن مفيش أي فصل يزيد فيه عدد الطلاب عن 20 طالب. في النهاية شكرا ليك عزيزي المشاهد، وياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك.